بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرتبط جمال البشرة والشعر بنوعية الطعام الذي نتناولها، إذا من الضروري أن نحرص جميعا على تناول أطعمة ومشروبات صحية تحتوي على بروتينات، فيتامينات ومعادن تمد لنا البشرة بنضارة وحيوية وتعزز نمو الشعر وتقويه. طلبتم مني مشروب لإنتاج الكولاجين، مشروب لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة والشعر، وكذلك للاستجابة للوصفات لمن لا تستجيب بشرتها أو شعرها حتى للوصفات المقدمة في القناة. هذا المشروب مفيد جدا لجمال الشعر والبشرة ويعمل على تعزيز الكولاجين. هذا المشروب هو مشروب الزبيب. بالنسبة لهذه الوصفة، خذي أي نوع زبيب متوفر عندك في المطبخ استعمليه، لا داعي لأن يكون الزبيب أصفر أو أسود، استخدمي أي نوع. هذا المشروب بزبيب، قلت أي نوع متوفر في مطبخك، حيث يعتبر الزبيب مادة غذائية غنية جدا بالفيتامين سي، ويحتوي أيضا على معادن مفيدة للجسم كالبوتاسيوم، كالسيوم، حديد، فوسفور، مغنيسيوم، فهو غني جدا بالألياف. ويتميز هذا المشروب بأنه خفيف على المعدة، لمن لديهم مشاكل بالمعدة يمكنهم شرب هذا المشروب، وبكل أمان هو خفيف على المعدة لأنه يحتوي على دهون قليلة، لذلك فلا خوف أبدا من استخدام هذه الوصفة أو هذا المشروب الذي سأقدمه الآن، لا خوف أبدا من استخدامه أنه يزيد وزنك، بالعكس له فوائد كثيرة لنضارة وجمال والاستجابة كذلك للوصفات، يزود كذلك الجسم بطاقة عالية. وآخر الفيديو إن شاء الله سأتكلم عن فوائد أخرى لهذا المشروب. نأخذ لكل ملعقة طعام واحدة من الزبيب، قلت استخدمي أي نوع زبيب متوفر في مطبخك الآن، لا تكلفي أبدا نفسك. نأخذ، قلت، ملعقة طعام من الزبيب، يغسل جيدا طبعا. لكل ملعقة طعام لدينا 2 كأس من الماء. أولا نقوم بنقعه في الماء، ينقع جيدا. إذا كنت مستعجلة على استخدام هذا المشروب يمكنك طهيه على النار، ولكن أفضل نقعه حتى يحتفظ بكل الفوائد الموجودة في الزبيب. وبعدها نأخذ طبعا الخلاط، خلاط العصير أو أي خلاط لعمل هذا المشروب، ونضع كل هذه الكمية، قلت لكل ملعقة طعام من الزبيب لدينا 1 كأس من الماء. استخدمي كمية كبيرة تكفيك لأسبوع كامل، احفظيه في الثلاجة هذا المشروب لمدة أسبوع كامل، وبعدها يمكنك تجديد هذا المشروب، هو صحي آمن وليست له أي أعراض جانبية. ترغب في تحلية هذا المشروب، يفضل أن يحلى بعسل النحل، عسل النحل الأصلي إذا كان متوفر، غير متوفر عسل النحل يمكن الاستغناء عنه تماما والاكتفاء فقط بهذا المشروب بدون تحلية. ونتحصل على مشروب الزبيب رائع جدا، قلت يمكنك عمل كمية كبيرة تكفيك لمدة أسبوع كامل. هذا المشروب يؤخذ صباحا على الريق أو مع وجبة الفطور صباحا، لمن لا ترغب بأخذ أي مشروب على الريق، كما يمكنك أخذه كذلك
قبل النوم. هذا المشروب على عكس مرطبات البشرة الموضعية والوصفات والخلطات، فهو يحافظ لك على البشرة من الداخل، حيث يحتوي على الفينول الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي لك خلايا بشرتك، كالكولاجين والإيلاستين، فهو يعمل على إبطاء علامات التقدم في السن وظهور التجاعيد. كذلك هذا المشروب رائع جدا لإعطاء إشراق لبشرتك، كما أنه يعمل كواق ضد أشعة الشمس الضارة به مادة، ولوجود أحماض أمينية تعزز من تجديد الجلد وتكوين طبقة تقيك وتحمي بشرتك من أضرار الشمس، خاصة للعاملات. رائع جدا هذا المشروب. الزبيب متوفر طول السنة وفي كل مطبخ، وكذلك يبطئ من عملية الأكسدة في خلايا البشرة، وكذلك هو يحتوي على فيتامينات A و E يساعدان على تكوين خلايا جديدة، ويعمل على ترطيب بشرتك قلت من الداخل، ويجعلها أصغر سنا إذا واظبتي على شرب هذا المشروب. قلت أنه لا يزيد الوزن في حالة أنك تخلطي هذا المشروب مع الماء فقط. من ترغب في الاستفادة من هذا المشروب وزيادة في الوزن عليها أن تقوم بخلط هذا المشروب بحليب كامل الدسم أو حليب الصويا، كذلك رائع جدا لمن ترغب بالاستفادة منه وتسمين الجسم وكامل المناطق الأنثوية. كذلك هذا المشروب رائع جدا، له فوائد أخرى، بأنه يقي بشرتك من التعرض للبثور وحب الشباب وأمراض جلدية أخرى كالصدفية، وينقي كذلك الدم. كذلك هذا المشروب له دور في سلامة وصحة الجلد، ويمنح بشرتك مظهرا مشرقا ستلاحظينه من أول أسبوع من أخذ هذا المشروب. هذا المشروب له فوائد كذلك للشعر. لمن طلبنا مني مشروب للشعر هذا المشروب كذلك، ولدي أنواع كثيرة من المشروب، ولكن أنا أفضل للأمانة مشروب الزبيب، فهو مشروبي اليومي لجمال البشرة والشعر. بالنسبة للشعر قلت أن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد، لذا فهو هام جدا لسلامة وصحة الشعر، لأن نقص مستوى الحديد في الجسم يؤدي إلى إتلاف الشعر وكذا تساقطه. فتناول هذا المشروب بانتظام يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، يحفز لك نمو بصيلات شعرك، وتتحصلين بحول الله على شعر صحي قوي ولامع. هو مفيد جدا حتى للأطفال. يحتوي هذا المشروب على نسبة كبيرة جدا من الفيتامين سي، والذي يساعد على منح شعرك لمعة على الشعر ستلاحظينها بحول الله تعالى، وكذلك يساهم في الوقاية من التهاب فروة رأسك ويمنع تساقط شعرك، كذلك يقيك من القشرة ويعالج الحكة في فروة الرأس. كذلك هذا المشروب ممتاز جدا، فهو يعمل على تقوية بصيلات الشعر، لأنه يعمل على إنتاج مادة الكولاجين في الجسم، والتي تعمل بدورها على تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف، وينعم كذلك شعرك ويجعله انسيابي وحريري. هذا المشروب كذلك له فوائد أخرى لمن تعاني أو يعاني، أو حتى للأطفال الصغار، من فقر الدم، فهو يعالج فقر الدم إذا أخذناه بشكل يومي، يعالج الأنيميا وفقر الدم، لأن الزبيب غني بعنصر الحديد كما ذكرت، وفيتامينات كفيتامين ب المركب، بالإضافة إلى أنه يحتوي على النحاس الذي يعمل على تجديد كريات الدم الحمراء. كذلك هذا المشروب علاج فعال جدا للقضاء على نسبة الكوليسترول الضارة لمن لديهم مشكل بالكوليسترول، لأن الزبيب لا يحتوي أبدا على كوليسترول ضار بالجسم،
فهو يعمل على تخفيض نسبته في الدم، فهو غني جدا بالألياف الغذائية التي تعمل كمضادة للكوليسترول. لمن يعانون من الكوليسترول يمكنهم أخذ هذا المشروب وبكل أمان. كذلك يعمل على تنظيم ضغط الدم. لمن تعاني أو يعاني من ارتفاع بضغط الدم أنصحهم بأخذ هذا المشروب بشكل يومي ومستمر، لأن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يعمل على تخفيض مستوى الصوديوم والأملاح في الدم. لذا لا مانع لمن يعانون من ارتفاع بضغط الدم أن يأخذوا هذا المشروب، آمن وليست له أي أعراض جانبية. كذلك لمن تعاني أو يعاني من هشاشة العظام يمكنهم أخذ هذا المشروب، آمن وليست له أي أعراض جانبية. يحسن كذلك عملية الهضم. أخذ هذا المشروب بانتظام يعمل على الوقاية من أمراض السرطان، عافانا الله وإياكم جميعا، كسرطان القولون وسرطان الدم، لأنه يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة. كذلك يعمل هذا المشروب على علاج التهابات مختلفة بالجسم. كذلك ممتاز هذا المشروب لتحسين وتقوية النظر. فالزبيب يقي من الإصابة بأمراض العيون، فهو غني جدا بالفيتامين A وعنصر الكيراتين المهم لصحة وسلامة العينين. يمكن أخذه للحوامل، المرضعات، الأطفال الصغار من عمر سنتين فما فوق، آمن وليست له أي أعراض جانبية. كذلك يعمل على سلامة الأسنان. كذلك قلت لمن تعاني من النحافة يمكن أخذ هذا المشروب، ولكن يؤخذ بحليب كامل الدسم. هذا المشروب كذلك ممتاز لعلاج الضعف الجنسي، لأنه يحتوي على مواد مفيدة جدا تعمل على زيادة الرغبة الجنسية للزوجين. كذلك هذا المشروب يعمل على تقوية الذاكرة. فالزبيب من الأطعمة التي تساعد على تنشيط الجهاز العصبي، تقوي الذاكرة، تحسن الانتباه، مفيد جدا للأطفال الصغار، ممتاز. وكذلك يعمل على الوقاية من مرض الزهايمر. لذا أنصح بأخذ مشروب الزبيب للطلاب في فترات الامتحانات لتقوية الذاكرة والمساعدة في الحفظ واسترجاع المعلومات. بالنسبة لهذا المشروب للحوامل يمكن أخذه وبكل أمان، فهو يوفر نسبة من الكالسيوم، وبذلك يحصل الجنين على عظام قوية وسليمة أثناء فترة الحمل. لدي معلومات كثيرة جدا، ربما لأكثر من ساعة عن هذا المشروب، ولكن وقتي ووقتكم ضيق ومحدود. قلت أنه آمن للمرضعات، الحوامل، الأطفال الصغار، الرجال، كبار السن. مشروب رائع، آمن وليست له أي أعراض جانبية. قلت أنه يؤخذ على الريق. من لا ترغب بأخذه على الريق يمكن أخذه قبل النوم. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.